انا فرحانه بزاف بالتواجد ديالي اليوم في المهرجان الدولي لفيلم المرأة بمدينة سلا. تبارك الله كاينين ناس بزاف، كنشكرهم بزاف على الحضور ديالهم، ونتمنى ان شاء الله يدوز فيستيفال زويون. كاين ان فيلم مشارك في الفيستيفال اللي هو فيلم 15 جوغ المخرج فيصل الحليمي، دونك نتمنى ان شاء الله هنا الاعجاب ديال الجمهور. ميرسي. كنظن صراحه ان المستوى عالي تبارك الله، ديجا شفت الافلام اللي كاينين في لو بروغرام اللي مشاركين في الفيستيفال، دونك بيان سي غادي تكون منافسه قويه، مي نتمنوا الحظ للجميع ان شاء الله. ميرسي. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.